أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن في أخبار الآن كنا قد أفردنا مساحة لبحث الخلافات بين الجماعات المتشددة في سوريا، وتحديدا ماذا سيحدث للجولاني بعد الشرخ القاتل بين جماعته وغيرهم من المتشددين. في هذا التقرير استعرضنا أبرز ما كان في هذا الشرخ، والذي تناولنا فيه أن الجولاني أصبح مكشوفا معزولا، وهو الآن في حرب داخلية أيضا داخل جماعته، حرب كبرى أطاحت به وأطاحت بمخططاته. بعد ذلك قمنا باستعراض أبرز ما جاء من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقرير مفصل استعرض رأي متابعينا في هذا الخصوص. اليوم نحن نعمل على إجمال ما جاء في تقريرنا الأول وما جاء من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وأيضا الوقائع التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة في حماة، والتي تؤكد ما جاء في تقاريرنا. إذا كانت لديكم أي أفكار أو أي معلومات تفيد بهذا الشأن، شاركونا فيها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في أخبار الآن، وعلى صفحتي الشخصية على تويتر @زكريا نعساني